بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بالطلاب المرحلة الثالثة. نبدأ اليوم محاضرتنا الثانية من المحاضرات النظري، واللي راح تجيكم في سيرة بي دي اف وملف فيديو. الطلاب راح نبلش بالمحاضرة الثانية واللي هي المحاضرات النظري، واللي تستهدف الطلبة في المرحلة الثالثة في قسم الهندسة القسمية الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة اليسار. Computer Application and Civil Engineering اللي هو مختص ببرنامج ستادي برو فيرجن 8. طلاب راح نجي احنا مثل ما ذكرنا بالمحاضرات السابقة، قلنا المحاضرات النظري راح نشرحها ونطبقها عن طريق بالستاد برو، لكن عن طريق الكومنت، يعني طريق الاوامر باستخدام ستاد اديتور. ستاد اديتور طلاب مثل ما تعرفون مثلا هذا ديفلوب انا استخدمه. فالستاد اديتور طلاب شلون ادخل هي من هاي الايقونه، اذا تشوفون هذا ستاد اديتور هاي اضغطها يطلع لي هذا المحرر برنامج ستاد اديتور. هاي كومنت اوامر اقدر انا احذفها واسوي اوامر جديده او اعدل عليها عن طريق استاد اديتور. اوكي طلاب، اوكي طلاب، احنا نغلق البرنامج نشرح شوي عن الاوامر ونرجع نفتحها ونطبقها. طلاب هنا انا هسه العنوان الرئيسي استاد برو فيرجن 8 اي كومنت فايل اديتور اللي هو الستاد اديتور، يعني بالنظري راح نشتغل على الستاد اديتور هذا الفصل الثاني. هنا طلاب بيزك كومنت اللي هي الاوامر الرئيسيه او الاساسيه. اول امر طلاب حتى البرنامج يفهمه انه اول امر اسمه ستاد، هذا اللي هو بالخط الاسود العريض. ممكن نكتب هذا الامر كاملة كلمه او اول ثلاث احرف. شوف الطلاب راح يفتح البرنامج عليه خط اول ثلاث احرف، ممكن نكتب اول ثلاث احرف اس تي اي او نكتبها كامله ستارت. لا تذكروا احنا كنا بمحاضره العملي كنا نختار الاستاد اللي هو نجي نختار سبيس او بلين. بلين سبيس اذا نشتغل 3D، بلين اذا نشتغل مستوى واحد، فلور اذا عندنا بلاطات اساس او سقف، والترس اذا عندنا ترس. يعني فاحنا هنا راح نشتغل 2 دايمنشنال بلين على بلين، فنختار بلين. فهسه اول شيء استاد، اختار استاد، بعدين اختار سبيس، تختار تكتب سبيس او بلين او فلو او ترس. يعني يقول بروجرام ستارتد باي ون اوف اوبشن اوف، يعني راح يبدا البرنامج. ثاني طلاب، ثاني امر هذا الحفظ هذا الامر استاد. ثاني امر اليونت، البرنامج ما يقدر يشتغل الا يريد الوحدات اللي راح تستخدمها. ممكن تكتب يونت كلمه كامله او تكتب اول ثلاث احرف اللي عليه فقط، بعدين تختار طلاب بالملم سنتيمتر، بالمتر وحده الطول، بالفوت الانش، انه بعدين وراها فارزه القوه كيلو نيوتن، عفوا نيوتنز، كيلو نيوتن، كيلو جرام، او باور. هنا طلاب اكزامبل، شوف مثلا هسه نسوي مثال يونت متر، بعدين هاي من المتر وحدة الطول، بعدين سبيس، بعدين كيلو نيوتن وحدة القوة. راح يفتهم البرنامج انه انت راح تشتغل على وحدات الطول هي بالمتر ووحدات القوة هي بالكيلو نيوتن. هنا يقول ملاحظة، ممكن نستخدم اول ثلاث احرف من الكومنت، يعني مو بالضروره تكتب الكلمه كامله يونت او استاد اول ثلاث احرف، ولازم يكون بين كل كلمه وكلمه طلاب سبيس. اوكي طلاب، هسه نجي الامر الثالث اللي هو مهم طلاب، اسمه جوين كوردينيتس. هذا مهم، هذا طلاب يسوي لنا هذا الامر جوين كوردينيتس، يسوي لنا النود. لا تذكرون بالعمل احنا النود دخلناها
بالاعمال اللي دخلناها مباشره من واجهه البرنامج، وقلنا حد سوينا احداثيات في كل نقطه نود ودخلناها مباشره ورسمنا. نعم بالاستاذ الدكتور لا نستخدم جوين كوردينيت حتى يولد لنا نود. احنا نشوف طلاب يوز تو كريت جوين كوردينيت اللي هو النود لوكيشن، النود يعني النقطه. بعدين تذكرون بالعملي هاي النودات وصلنا بيناتهم بين قد بين وطنا وصلنا بين. اذا هذا الامر جوين كوردينيت هو يسوي لنا نود لوكيشنز، يعني يحدد لنا موقع النود او يخلق لنا كريت يسوي لنا نود. طلاب هذا الفورم الرئيسيه لهذا الجوين كوردينيت اللي هو جي اكس اكس اس واي اس زد اس، بعدين بين قوسين جي اي اكس اي واي اي زد اي. هنا طلاب جي اس هذا اول رمز يقول ستار جوين، يعني اسم الجوين رقمها اللي راح نبدا بها اكس اس واي اس ستار جوين كوردينيت اون اكس واي زد بلان جي اي ان جوين الجوين النهائيه اللي راح نبدا بها، والاكس اي واي اي زد اي هي ان جوين كوردينيت اضافيات النقطه النهائيه. الاف انكريمنت ان نمبرنج الزيادة برقم الجوين طلاب هاي انكريمنت نمبرين. إذا ما حددناها الاف عرفناها ما قليناها ما استخدمناها هو البرنامج الطبيعي راح ياخذ واحد. يقول هنا البرنامج راح ياخذها واحد الزيادة، يعني كل إذا الجوين رقمه واحد ثاني يعطيها اثنين ثالث يعطيها ثلاثة يسويها واحد واحد. هاي إذا ما حددناها. هنا بين قوسين مين option combo may be used or not، ممكن نستخدمها هاي الاقواس او لا. هسه طلاب راح نجي نشرح هذا هذا الامر الثاني join coordinate. هنا example 1 راح يجي طلاب شوفوا هسه هذا الشكل هذا هنا راح احاول تغيير برنامج حتى احرر هاي راح نجي طلاب هذا الجوين كوردينيت راح نجي نسوي نرسم هذا الشكل. شوفوا طلاب هذا هو الشكل هاي الجوينات، بس هنا عندي طلاب تعديل هاي واحد اثنين هاي تصير ثلاثة طلاب هاي رقمها ثلاثة هاي راح تصير أربعة هذا الترتيب هاي خمسة الترتيب خمسة وهاي رقم ستة بالمعلومات هذا راح نشوفه اوكي طلاب هسه من اجى الدي جوين كوردينيت نستخدم اول شيء اكزامبل نريد نرسم هذا كله شنو هاي نودات هاي نود هاي نود رقم واحد هاي نود اثنين هاي ثلاثه هاي اربعه هاي خمسه نود وهاي سته هاي ارقامي هاي نود رقم واحد هاي نود رقم ثلاثه هاي خمسه اوكي طلاب هسه من اللي يشتغل بالستاد اديتور يكتب راح يكتب ستاد بلين يونت متر بلين شنو المسافه طلاب بالواي 4 متر وبالاكس 4 متر 4 متر شنو لازم نستخدم متر. هسه طلاب كتب جوين كوردينيت من كتب الجوين كوردينيت كتب الامر يمكن يكتب كله او ممكن يكتب بس اول ثلاث احرف جوين كوردينيت راح شو يقول هاي احنا قلنا شنو هي هاي الفورم الرئيسيه مالت الطلاب الجي اس هو ستارت جوين النقطة اللي راح يبدي بيها. هسه هنا عندنا هاي النود هاي طلع بالنود
شو اسمها؟ احنا نسميها مسبقا يعني على الرسم، نسميها واحد. هنا ايش نكتب؟ واحد، هذا هو الواحد، رقم النود. الداتياته شنو؟ نقول هذا هو الاكس وهذا الواي بالنار، هذا الواي هذا الاكس. اذا هاي احداثياتها 0 0 يعني وقعت نقطه في الاصل، فاحداثيها بالاكس 0 وبالواي 0. هسه راح يجي النود 2 داس انتر، نزل المؤشر نود 2 هاي الطلاب. هسه هاي النود 2 بالواي صارت 4 بس بالاكس 0، بس هاي 0 0. هاي احداثياتها شنو؟ 0 بالاكس ما تحركت بالاكس، بس 4 بالواي. فاجا قال 2 نود 2 اسمها نود 2 اللي هذا رقم 2 رقمها، داتيها بالاكس 0 وبالواي 4. هسه نود 3 هاي نود 3 طلاب، نود 3 احداثيها هنا هسه طلاب نطلع احداثها هي بالاكس، بالاكس 4 وبالواي ايضا 4. هاي بالواي ايضا 4. فثلاثه الجويد او النود رقم 3 داتياتها 4 بالاكس و4 بالواي. نود رقم 4 اللي هي هاي كلها احداثيها بالاكس 4 وبالواي 0، داتيها بالاكس 4 بالواي 0. نود 5 هاي كلها احداثيها بالاكس 8، يعني ما اللي جاي يطلع 8، واحداثيها بالواي 4 هاي ال 4. فخمسة النود رقم 5 احداثيها 8 بالاكس وبالواي 4. واخرا اللي هي نود 6 راح يصير احداثيها بالاكس 8 وبالواي 0. اخر شيء نود رقم 6 احداثيها بالاكس 8 و بالواي 0. كمل وصلنا هاي طلاب الاحداث الجهاز، راح نقول له فينش، انتهي انتهي البرنامج. قبل نخرج من ساد اديتور راح نجي الواجهه الرئيسيه، راح نلقى النقطه هاي طلاب طريقه حل. اكو طريقه حل ثانيه، هي شنو طلاب؟ نفس هذا العمل بس بدل ما ندوس انتر ونسوي النقاط نسوي فارزه منقوطه. هسه هنا ستاد بلين والفليتر جوينت كوردينيت، دخلنا بهذا الامر اللي يسوي كذا. هنا ايش قال؟ احداث النقطه واحد او النقطه جوينت او النود رقم واحد احداثيها 0 0، خلى فارزه منقوطه بدل ما انتر او ينزل، فارزه منقوطه كتب احداث النقطه الثانيه اللي هي 2 0 ب 4 فارزه منقوطه 3 4 ب 4 فارزه منقوطه. يعني بدون ما يسوي هيك بالطول انتر انتر انتر، نقدر نخلي فارزه منقوطه ايضا يفهمها البرنامج. بنخلي فارزه منقوطه يفهم انه انتهت هاي، راح نبدا بالنود اللي وراه. ممكن نستخدم هاي الطريقه وايضا نقول لك اوكي طلع. هذا اللي هو جوين كوردينيت. هسه اذا اريد اسوي تطبيق عملي نفتح البرنامج، راح اسوي نيو بروجكت. نقول فين واسميه خلينا نسوي الرأي القانوني حتى يبين بالشكل. هذا طلع هو الشكل. راح اجي هذا الاستاذ اكتب استاذ
وين؟ ورأس لما طول الكتابة صارت حمراء ابتهلها يعني. لأن الكتابة ما صار لونها أحمر يعني هاي راح أجي هسه أكتب اليونت اللي راح أستخدمها اليونت نفسها. حتى انه انا بما انه انا استاذ دخلت البرنامج بلين راح اشتغل 2 دايمنشن انتر اليونت اللي راح استخدمها بالمتر ليش؟ لان بالسؤال مطلوب الوحدات بالمتر اليونت بالمتر انتر راح ادخل بامر هسه جوينت كوردينيت انتر اقدر اكتب بس اول 3 احرف او اكتبها كلها. طيب هسه الاحداثي هاي اول نقطه راح اقول لها بجوين كوردينيت عندي اول نقطه 1 ذاتياتها 0 بالاكس و0 بالواي انتر. ثاني نقطه ذاتياتها 0 بالاكس و4 بالواي. ثالث نقطه اللي هي رقم 3 او النود اللي هي اسمها 3 احداثيتها هاي 3 طلعت احداثياتها راح تصير 4 ب 4 4 بالاكس و4 بالواي سبيس 4 بالاكس سبيس 4 بالواي انتر. جوين رقم 4 اللي هو هذا راح اشبه جوين رقم 4 اكتب رقمها 4 احدث سبيس شد احداثياتها 4 بالاكس 0 بالواي 4 في الاكس 0 بالواي. وجوينت رقم 5 راح اكتب 5 هاي رقم الجوينت ذاتياتها ايش قد هاي كلها 8 بالاكس هاي جوينت رقم 5 8 بالاكس و 4 بالواي. واخيرا جوينت رقم 6 اللي هي مارك سبيس 8 بالاكس و 0 بالواي راح اجي اقول لك فينيش. صارت الكلمه حمراء والارقام ترد يعني فيها اكتئاب هذا فينيش. راح شو اسوي طلاب؟ من اكمل اسوي سيف. اوكي سويت سيف راح ارجع للبرنامج هذا هو هذا استاذ القران سويته سويت سيف راح اجي اغلقه. شوفوا طلاب راح اخلي العرض امامي لما يطلع شكلهم لان الورق راح اجي بالكيسر مال النود راح يصير احمر هاي اول نقطه هاي الثانيه عفوا هاي الاولى هاي الثانيه هاي الثالثه هاي الرابعه هاي الخامسه وهاي السادسه. اوكي تمام هاي الهودان اللي سويته تابع البرنامج صراحة أجي طلاب شنو ممكن نرجع للأستاذ إيديتور طلاب نحذف هاي نسويها ونحل بالطريقة الأخرى اللي هي ياهي طلاب هاي الطريقة الأخرى بدل ما أدوس إنتر وتشيل اغلق لا ما اغلق ارجع للاي. الطريقه الاخرى اللي هي شنو تقول هذا راح اجيب الان ما اخلي انتر طلع خلي فارزه مربوطه بينات راح اجيب هسه احل هذا جوينت واحد ذاتياته 0 0 فارزه مربوطه جوينت 2 احداثياته 0 بالاكس و4 بالواي فارزه مربوطه جوي 3 احداثياته 4 بالاكس و4 بالواي فارزه مربوطه لما اخلي سبيس بين هذه جوي رقم 4 ذاتياتها 4 بالاكس 0 بالواي
بارزة منطوقة دون رقم 5 ذاتيات لا ينفع للمحاضرات على 5 ذاتيات ثمانية ضرب 4 يضرب 5 ذاتيات ثمانية بالإكس وأربعة بالواي بارزة منطوقة النود رقم 6 ذاتيات 8 بالإكس و 0 بالواي هاي طلعوا رقم 6 8 بالإكس و 0 بالواي كنت أدف ليش راح أجي أسيب راح أيضا أنا مستعمل حذفت يعني حذف النقاط أرجع إلى ستارت الدور أغلقه نفس الشيء هذا نفس الحل نعم طلاب أسئلة كثيرة عندنا مشكلة في هاي المسألة إن شاء الله باكر قبل المختبر خصوصا المحسوبة على حاسبتي وإن شاء الله المختبر كملنا تسجيل البرنامج يعني راح موجود المحاضرة تجي إن شاء الله بالمختبر طلاب المحاضرة تجي نشتغل المختبر في آخر الساعة نطبق أيضا هاي الشغل اللي اشتغلناه اليوم في المحاضرة فهذا هو طلاب الأمر اللي هو join coordinate هذا طلاب تنظيم الصيغة مالته اللي هي هاي طبقناها بطريقتين هنا طلاب عندنا أمر ثاني اللي هو اسمه automatic repeat command هذا شنو طلاب؟ هذا أمر يسوي لنا تكرار automatic repeat command شنو طلاب الفورمة الرئيسية مالته هو repeat ممكن أكتبها الكلمة كاملة repeat أو بس R N عدد مرات التكرار طلاب وهاي الإعداديات اللي يغلقها or can you translate early أو ممكن يستخدم R يعني معنى repeat N عدد المحاولات أو عدد مرات التكرار وال XI YI ZI اللي هي الإحداثيات أو الزيادة بالإحداثيات هذا الشيء يسوي طلاب الأمر يسوي repeat كذا آخر سطر أو آخر يعني آخر سطر سويه سطر اللي فوقه اخر سطر جوا من يكتب امر ريبيت هو راح يكرر السطر اللي فوقه اخر لاست رو ابوف ات يعني فوق نانا ريبيت او ار هي ريبيت كومبو في الار تي هاي نانا قاعد نفصل هاي في الار الان اللي هي هاي الان ايش تعني؟ تعني عدد مرات التكرار نمبر اوف ريبيتنج و اكس اي واي اي زد اي increasing in coordinate with x y z طلاب اكو نفس هو هذا الامر بس تعديل علمي شنو؟ repeat all لا نصير كلمة all قبل الان repeat all نفس الامر السابق بس هي كلمة all صار بين كلمة repeat all هذا يكرر كل الاسطر اللي فوقه لا نشوف used to repeat all last row هذا الريبيت الار العادي ترى بس السطر اللي فوقه بينما ريبيت اول تكرر كل الاسطر اللي قبل الفوق بس هنا طلاب شوفوا عندنا طلاب هاي هي الصيغه نقطه ثلاثة يعني الخطا اللي بيحصل هاي الصيغه أربعة هاي الصيغه خمسة الخطا اللي بيحصل هاي الصيغه ستة هسه طلاب example 2 method 1 الطريقة الأولى اجي كتب start lane unit method الوحدة بالمتر join coordinate هسه راح يسوي هاي النقطة اللي كتب قال يابا نقطة رقم واحد ذاتية بالاكس واي اذا قلنا هذا فرضا هذا الاكس وهذا الواي
ده فيها زيرو زيرو. هسه شنو الطلاب؟ كتب ار يعني هو شنو ريبيت؟ كتب بس حرف الار معناه ريبيت. هسه البرنامج التهر اكو تكرار. اوكي شنو ريبيت؟ احنا اذا نجي للفورم الرئيسيه طلاب مالت الريبيت هو ار ان يعني كم ان الرقم هذا يكرر وياه ريبيت راح يكرر ان يعني مره واحده هاي الواحد اللي هو شنو؟ الان. لا اكتب اثنين يعني كرر مرتين. اوكي هسه نرجع نشيل هاي هسه ريبيت كرر مره واحده راح شي يكرر طلاب؟ راح يكرر فقط هذا السطر الفوق ثلاث رو ابو راح يكرر هذا يعني نحن راح يكرر شنو؟ هاي النقطة يكررها او تنسخها. اذا هسه كرر لي هذا السطر هاي النقطة مرة واحدة زين شنو الاحداث الجديد؟ هنا انا طلاب اتش اي واي اي زد يعني الاحداث الجديد. الاحداث الجديد كررها لي مرة واحدة بس الاحداث الجديد هو شنو؟ راح شنو يسوي هاي النقطة اثنين. هاي النقطة اثنين شنو احداثياتها طلاب؟ زيرو بالاكس واربعة بالواي. اذا انا قلت له يا ابي هاي النقطه اللي فوقها اللي هي رقم واحد كررها لي مره واحده راح يكررها مره واحده ودايركتلي هو يزودها ايضا يزودها يعني يزود الرقم مالها واحد مثلا زي كانت واحد راح يسويها اثنين بالترتيب راح يسويها اثنين كررها مره واحده الان الاحداث الجديد مال هي هاي النقطه شنو؟ زيرو باربعه والاحداث الجديده اريد او الزياده اريد 0 بالاكس و4 بالواي. هسه البرنامج شو يسوي طلاب؟ رسم هاي من هذا الامر ورسم من التكرار رسم هاي النقطه طلاب. هسه احنا شنو؟ راح نكرر نسوي ذني يعني نرجع لا راح نسوي ريبيت اول طلاب ريبيت اول شوفوا هسه راح يسوي ريبيت اول يعني كرر شنو ريبيت اول؟ كرر لي هذا السطر فوقه وهذا ما تاخذ من كلاب كلمه ريبيت اول يكرر كل الاسطر اللي فوقه يعني شنو انا بدل ما اجي ارسمهم انا رسمت اثنين راح اكررهم ذن اثنين طلاب راح اخليهم مثل الدائره هذني راح اكررهم اثنين اكررهم مرتين هنا وهنا راح شكل لي يا بكرر لي ذني سويت الاثنين من النقاط كررهم الي كلهم معطوك ثبت اول يعني ذني اثنين اذا بس ريبيت بدون اول راح يكرر بس هذا الفوق زين كم مره هنا البرنامج يسالني كم مره الان كم مره في ذكرها انا طلاب هنا مره واحده هنا واحد هنا اثنين مرتين اكرر سوي هذا العمود وهذا العمود فكتبت له 2 بالان زين ايش قد الزياده بالاكس؟ بالاكس طلع هسه انا قاعد اروح الزياده 4 4 4 واي 4 طلاب واي 4 يا بالزياده بالاكس زود كل احداثي من هاي النقاط اللي راح تكرر زود احداثين بالاكس 4 اوكي يلي. وبالواي ايش قد الزياده؟ بالواي ثابته طلاب قاعد يتحرك هيك هوريزونتال على الجهه اليمنى فثابت عندي هنا ثبت اللي هي هاي احداثها 0 0 عيب هنا 0 الواي يبقى هنا 0 وهاي احداثها بالواي طلاب 4 هاي النقاط كلها احداثياتها بالواي 4 ما راح يزيد ما راح يصير عندهم قبل موازي فقلت له يابا الاكس الزياده هي 4 والزياده بالواي هي 0 ما عندي ما قاعد النقاط ما قاعد عندي تصغر بس قاعد اتحرك افقي صراحة طلاب قبل وبعدين بالنهاية فينيش يعني هذا اختصر لنا الحل. أنا طلاب البيت يعني سوينا تكرار مرتين كتبنا أول نقطة سوينا لها تكرار إلها إنه سوينا كل اثنين تكرار يعني شنو طلاب؟ حطتنا هاي أربع خطوات حطيتنا رسمتنا الرسم بينما إذا تشوفون هاي تقريبا بالست خطوات يلا كملنا الرسم. هذا اختصر لنا يعني صارت عندنا هاي الدالة فادتنا ونحقق هذا الأمر سهل لنا العمل. هسه طلاب نقدر نطبق هذا
ارجع للاستاذ الدكتور، راح ارجع شو اسوي؟ احذف الكرسر، احذف هذا الرسم. يس راح 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 اجي افتح استاذ الدكتور مال الاي سي، احذف هاي الفكره، راح اسوي هو هذا يعني اطبق برنامج الفيديو استاذ بلين. يوم في المتن لا أقول لك جوين كما تلين انتر. اول نقطة وحدة، اول نقطة رقم واحد احداثيات زيرو بزيرو. ساقدر اكتب نقطة اثنين احداثياتها زيرو اربعة، اربعة بالزيرو بالاكس اربعة بالواي، بس انا راح اسوي لها ريبيت ار ار مرة واحدة، اسوي لها ريبيت مرة واحدة. ريبيت مرة واحدة الأحداث الجديدة اللي هو 0 في X و 4 في Y. نود أجي في اللاب ريبيت أول صوت الدنيا هذه مرتين زودني الزيادة بالX 4 أو بالY 0. أقول لك ليش؟ لا ليش؟ هي ما قاعدة تغير كذا بس نسوي سويت نفتح نفتح حاجة كذا تمام 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 برنامج استخدم الجوين كوردينيت مره واحده وسوينا له ريبيت. ان شاء الله المحاضرات العملي نقدر نطبق او نطبق اللي تعلمناه اليوم. الطلاب هاي الطريقه الثانيه سوي جوين كوردينيت مرتين، هاي المقدار انك تسوي له ريبيت. الطريقه الطلاب ان شاء الله المحاضره تجي نشرح هذا البرنامج على البروجرام وندخل بمبدأ انسيدنس اللي هو يوصل بي ان ان. شكرا لكم وإلى اللقاء إن شاء الله. نحاول نتعلم